جاهز نلعب؟ جاهز. يلا لف الدولاب الألعاب، خلينا نشوف أحمد أي لعبة راح يلعب. بلا بلا لا. شوف أحمد، هاي اللعبة بسيطة بس برضو بنفس الوقت صعبة. ليش؟ لأنه بدها تركيز. أنا راح أسألك مجموعة أسئلة، الجواب المنطقي المتوقع هو آه أو لا، بس ممنوع تجاوب لا آه ولا لا. وصلت؟ وصلت. جاهز أحمد؟ يلا. اسمك أحمد صح؟ آه. قلت آه. طيب بتحب كرة القدم؟ شوي. بتحب تلعب دفاع هجوم ولا وسط؟ حارس. تحب الحراسة؟ شوي. يعني بتحب شو بتحب، بتفضل تلعب هجوم؟ تفضل تلعب هجوم؟ شوي هجوم. شوي هجوم. عمرك جبت هدف؟ بجيب مرات. ها؟ بجيب مرات. بتجيب مرات هدف. طيب ايش لونك المفضل؟ أصفر؟ أصفر. في ألوان ثانية بتحبها؟ شوي. شوي؟ شوي ألوان يعني مثل ايش؟ بس أحمر. انتهى الوقت. أحمد أنت كنت كتير شاطر، نحب نشكرك لوجودك معنا ونتمنى نشوفك مرة ثانية.